السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم باش نحضر معاكم تشيز كيك بالموز، طريقة سهلة وبسيطة ويجي بنين على الآخر، إن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. نشوفوا المكونات مع بعض. الطبقة الأولى نتاع تشيز كيك تكون من البسكوي، بسكوي السيدة هذا العادي، وزوز مغارف ونص زبدة ذايبة، وزوز مغارف ونص شحور اللي هو عسل طايب في الدار. نتعدوا تو مرحلة التحضير. أول حاجة نعملوها نرحي البسكوي. رحيت البسكوي، خليت وحرش شوي مشو مرحي كله فيه، يعني ياكل كعبات باش يجي مقرمش. عندي تو الزبده ذايبه، بسم الله الرحمن الرحيم، نحط الزبده ذايبه ونحط الشحور اللي هو عسل طايب في الدار. نحرك بيدي بسم الله، نبسسهم الكل مع بعضهم. كملت خلطت البسكوي والزبده والشحور اللي هو العسل الطايب في الدار، عسل المنزلي. شوفوا القوام تاعو كي نحطوه كيف هكا، تحبي باش الشيز كيك يجيك مقرمش كي طايبيه وتحضريه، شوفي يتلم مضلاش مفتفت. تو نحطوه في المول، بسم الله، نحاول نبسطه مليح. تو المول نتاعي دورته كامل، حضرته بسطت فيه البسكوي كامل. تو نهز نحطه في الفرن على درجة حرارة 180 سبعة دقائق. نحضره تو الكريم باتيسير للشيز كيك. عندي أربعة أصفر بيض، سامحوني راني كي كسرتهم يدي بعيدة شوية على الصحن تحلوا، يعني هذوما أربعة أصفر بيض. عندي 90 غرام سكر حبيبات، 50 غرام فرينة دقيق أبيض، 500 مليلتر حليب، مغرفة صغيرة فانيليا، قدر مغرفة صغيرة زبدة، مغرفة صغيرة إنشاء مايزين. اول حاجه نبدو بها نحطو كسرونه على النار ونحطو فيها 400 مليلتر حليب باش يدفو شوي مادام حضرنا البيض. عندي تو اصفر بيض نحط عليهم السكر، نخلطوهم مليح لين تحصلوا على كريم. خلطت اصفر البيض والسكر لين تحصلت على قوام كريم. تو نجيبو الفرينه ونجيبو نصف مغرفه نشا نغربلوه، نخلطوهم شوية. عندي بقية الحليب اللي هي 100 مليلتر نزيدوها، بسم الله الرحمن الرحيم. نخلط المكونات توا مليح لين تتحل المكونات الكل مع الحليب. نحط توا مغرفة صغيرة فانيليا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونعاود نحرك مليح. كملت خلطت المكونات مليح وتو الحليب قاعد يدفى هاكم تشوفوا فيه على نار هاديه والخليط حاضر. تو نحطو نبدو نصبو بالشوي بالشوي، ايد تحرك ويد تصب. نحرك كيف هكا تحريك متواصل لين تحضر معانا الكريم باتيسير. الكريم باتيسير نتاعنا حضرت هاكم تشوفوا، نزيدو شويتك الزبده فيها ونحركو مليح. في الوقت نفسه نبدو محضرين ثلاثة كعبات موز ونحطوهم فوق البسكوي اللي خرجناه من الفرن. يبدا بارد، خرجتو ليه على الاقل 15 دقيقة من الفرن. الموز هذا يكون الحشوة نتاع شيز كيك الموز. توا الكريم باتيسير نتاعنا حضرت، نحطو فوق، بسم الله الرحمن الرحيم. توا بداية تبدا زاربة شوي خاطر الكريم ماكم عارفينها في الساعة تجمد. نسوي توا وجه الشيز كيك. كريم باتيسير نظمتها وسويتها شوي فوق الموز. تو نهز نحطها في الثلاجة على الأقل ساعتين هي تتماسك ونحنا نعملو الطبقة نتاع الكريم شونتيه. حطيت في الخلاط قيمة 400 مليلتر كريمة الخافق، وحطيت معاهم زوز مغارف سكر محور سكر رطب. تو نخليهم يطلعوا
لنتحصلوا على كريم شونتي. بسم الله. كملنا تاو الكريم شونتي هاكم تشوفوا فيها طالعه 100% وصحيحه. تاو نمشي نكمل بقيه الوصفه. الكيك نتاعنا ارتاح الثلاجه والكريم شونتي حاضر، حطيتها في كيس حلواني هاكم تشوفوا، وربطتها لهنا باللاستيك. تاو نعملوا طبقه. كملت تو الطبقه نتاع الكريم شونتي، تو نهز نحطها في الثلاجه قدر ساعه ونرجع باش نحضروا لها اخر اللمسات. خليت شيز كيك يرتاح في الثلاجه. عندي حبه موز شكلتها وردات كيف هكا باش نحط كل ورده في حبه من الكريم شونتي. وعندي تو شويه شوكولاته ذايبه، تو مبقى لي كان نحط فيها خويطات شوكولاته ونقدموها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت تو معانا الشيز كيك، هذا الوجه النهائي نتاعو، طريقة بسيطة وسهلة ومذاق ويجي من أروع ما يكون. إن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. إلى اللقاء في وصفة قادمة عن قريب. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.